رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي جماعة فقرة الهاشتاج. وأول خبر معانا عن النجم سامح حسين، اللي الشركة المنتجة نزلت أول أفيش على السوشيال ميديا لفيلمه الجديد عسل أبيض. كمان من الصور اللي أثارت الجدل جدا على السوشيال ميديا صورة النجمة غادة عبد الرازق بالمايو البيكيني وهي موجودة في أجازتها في المالديف.